And بعد شو يقول لك how efficiently they transfer oxygen into the blood. هسه يقول لك هو أول شيء راح نقيس شلون راح يعمل يعني العمل مال اللايمز زين وراح نقيس شنو يقول لك هاو وشلون راح يدخل لنا الاكسجين لللايم وبعدين شلون راح يصير الطرح مالته والكفاءه مالتها واخيرا يقول لك هو شنو نقل الاكسجين انتو بلاد للدم. هسه اما نسمي بولمناري فاكشن تيست او لايم فاكشن تيست زين طلع يعني هذا انه مختصرات يا اما لانج بولمناري فاكشن لانج بولمناري فاكشن تيست او لانج فاكشن تيست هذه المختصر مالتها تمام طلع زين انه بيقول لك ار يوزفولي ان assessing the function status of the respiratory system both in physiological and pathological condition. زين هسه من هاي النقطة شنو راح نعرف؟ تقييم الحالة الوظيفية يعني شلون نعرفها نقول الحالة الوظيفية العمل او مثل ما نقول احنا يعني الهيلثي مالت اللانج مثلا واذا كانت اطفت امراضيه مثلا زين نوب راح هنا راح يحكي راح ايش يقول لك ان it is based on the measurement of the volumes of air breathing and out and normal breathing and forced breathing راح يقول لك يعتمد هنا التنفس على يعني شلون نقول يعتمد على قياس حجم الهواء اللي راح يدخل لنا زين يعني اثناء الاستنشاق او الاخذ من الخارج ودخوله الى الداخل يعني الهواء اهم شيء يعني انا راح من اشتغل اول ما اجي اقيس راح اشوف حجم الهواء الداخل وحجم الهواء النورمال والقوه مالت التنفس يعني اشوف الفوليوم مالت اللي داخلنا للرئه ايش قد زين وهو نورمال بريثنج اشوفه والقوه البريثنج هم يعني زين هذا يعني تيز يقول لك شنو كاري اوت باي يوزنج سبيروميتر هذا جهاز من خلاله راح نقدر نقيس عمليه التنفس هسه هذا السلايد طلع واضح بشيء اول شيء يقول لك راح نعرف شنو يعني عمل اللانج شلون تنقل لنا الاكسجين شلون نطلع لنا الاكسجين والكفاءه مالتها واخر شيء نقلها الاكسجين بالبلط زين انه بيقول لك نعرف شنو الهيلث مالت السيستم ريسبيراتوري نشوفه زين هل هو اوكي يعني صحي ماكو باثولوجيكال بي يعني حادث انه بعد نعتمد بالمقياس على شنو على النورمال بريثنج ونعتمد على القوه مالت التنفس ونعتمد على الهواء اللي داخلنا كل هاي من خلال شنو مثلا نريد نقيسه من خلال جهاز اسمه سبيروميتر زين طلاب هذا واضح حاضر اوكي بعدكم مع ثانيين من الصباح لا اوكي دكتور واضح يلا ماشي هسه عندنا شنو؟ عفوا اللانج فوليوم يعني واند الكباسيتي تعرفون شنو الكباسيتي؟ نعم دكتور القابليه القابليه احسن هسه اللانج فوليوم يقول لك ار ستاتيك فوليوم شنو عندنا هسه راح يقول لك اوف اير بريثنج باي individually زين expiration او شنو نقول او air presence الموجود باللانج under a specific position زين of the thorax زين هسه احنا عندنا مثلا انا شلون بدي اقيس الهواء او الحجم الموجود عندي باللانج اكو طرق راح نستخدمها الكباسيتي شنو عندنا بيها راح نشوفها هسه مثلا شلون نقيس احنا حسب انه راح نتناول
بعد عندنا اكو فد شغلات نعتمد عليها بالقياس، شنو مثلا ديبندد اون ايج، الويت، الجندر، البادي بوزيشن، هذا اللي هم يكون ناخذهم بعين الاعتبار. الكاباسيتي بهم عندنا اربعه هسه راح نتطرق لهم وحده وحده. راح اتقدم بالكاباسيتي يعني وين اروح؟ اروح على رسم حتى اشوفكم الرسم وبعدين نرجع للشرح. تمام زين طلاب، ماكو مشكله اذا عبرت للرسم؟ نعم دكتور ماكو مشكله. هذا مخطط لل المن لللاين فوليوم. عندنا مثلا هسه تشوفون اول خط، اذا اشتغل على بالرسم يوضح لكم. نعم دكتور واضح. هذا طلاب، هذا تشوفوا لي منا راح يبدي، هذه منا وانتي، هذا القلم هسه ما ادري شو ماذا يكتب، هذا كليته ويستمر هاي المنطقه لحد هنا. هذا شو نسميه؟ اول بدايه هذا نسميه تايدل فوليوم. زين هذا تايدل فوليوم، من راح يبدي يصعد لنا لفوق بهالاتجاه هذا اللي هي على قمه وينزل لهنا، هذا الريسبيراتوري ريزيرف فوليوم. زين نزل كم من نزلت لهنا اخر شيء ورجع صعد لنا، شو نسمي؟ اكس ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم. هذه المنطقه اللي عندنا هاي القليله الصغيره، هذه شو نسميها؟ هذه ريزيرف فوليوم، هذا المتبقي من هذا الثابت موجود بالالف والاي. زين هسه راح نتعرف على التايدل فوليوم شنو، الريسبيراتوري ريزيرف فوليوم شنو، والاكس ريسبيراتوري فوليوم شنو. هسه راح نشوفه. راح نجي هنا هسه يقول لك اظل بالشاشه شو لازم يمسك تايدل فوليوم، يقول لك شنو هو الغاز الموجود الاكستشينج during relaxed in respiration followed by n. يعني شو راح اقول لكم اياها هسه؟ احنا وياكم كل احنا جاي نتنفس طبيعي، ناخذ نفس يعني نستنشق ونسوي زفير، نستنشق ونسوي زفير، هذا طبيعي يكون بالريلاكسيشن. شنو هو؟ هو التايدل فوليوم. ايش قد حجمه يكون؟ 500. طلاب هسه فهمتوا شنو التايدل فوليوم؟ تايدل فوليوم احطه ريلاكس، من اكون ريلاكس ايش قد حجم راح يدخل لي؟ هو 500 مل. زين من الهواء داخل له. الريسبيراتوري ريزيرف هذا شنو يكون؟ اكسترا، مثلا نقول الاكسشينج راح يكون بين او الغاز اللي داخل بالريسبيراتوري يكون شنو؟ 3000. هذا من اني اخذ يعني اتنفس كلش هوايه بهاي الصوره، هذا ان ريسبيراتوري ريزيرف، هذا كلش هوايه بهاي الصوره تشوفوه ارتفع. هذا التايدل اللي عندنا جوا، تايدل فوليوم اللي طبيعي مش طبيعي، بس اللي ارتفع لي فوق كلش صار ان ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم، هذا الاعلى شيء صار بالبيك عندنا. تمام مفهومه طلاب؟ لو عيدها هاي النقطتين. دكتور تقدر تعيدين؟ راح اعيدها. طلاب التايدل فوليوم اكو خطين ذني تشوفوهن اللي بالنص، بالنص بالضبط اكو خطين ذني يعني صافيات ما بين شيء، بنصهم مثل الموجه صاعده ونازله، هذه نسميها شنو؟ التايدل فوليوم. لينا واضحه؟ اي بعد الدكتور. يعني هذه مثل الموجه اللي صاعده ونازله ما طالعه من الخط، فقط هاي احنا اللي عندنا هسه، هذه اللي شلون اقول لكم اياها؟ تايدل فوليوم فقط هذه العدله. من تبدي تصعد الموجه اللي فوق كلش اخر ليفل عندنا بالخط، هاي نسميها ان ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم. هسه التايدل فوليوم هذا اللي بمستوى واحد نشوفه طلاب، اللي صاعده ما عبرت لنا الخطوط اللي بالنص. من تبدي تصعد لي فوق كلش وصلت لنا البيك، شنو راح نقول لها؟ ان ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم.
التايدل فوليوم هذا بحالة الريلاكسيشن، بالحالة اللي أنا أكون طبيعي بيها، أنا مسترخي ما عندي مثلاً لود، هذا يجد يكون ما يدخل لنا هواء، يكون 500 مل. بالإنرسبيراتوري ريزيرف فوليوم هذا شقد راح يكون عندنا هذا من يوصل البيك؟ هذا راح يكون شقد 3000 زين طلاب؟ عادي 3000 مل بالإنرسبيراتوري ريزيرف فوليوم يقول لك راح يكون الجاز هنا عندنا شقد؟ أبوف يعني أعلى من التايدل اللي هو 3000. فهمناها طلاب هاي؟ راعيت إذن النقطتين واضح دكتور؟ واضحة أعيدها يعني ما عندي مشكلة شباب. واضحة دكتور؟ آه بقية الطلاب واضحة؟ نعم دكتور واضح. هسه التايدل فوليوم عندنا هو هذا، خلي دا أشوفكم إياها بالمرة ثانية، نرجع بالقلم. شباب هذا التايدل فوليوم، هذا لحد هنا هذا كليته تايدل فوليوم اللي هو شنو بالريلاكسيشن بالنورمال. هاي فهمناها هسه التايدل فوليوم؟ طبعا طلاب عرفنا هي يا مرحله التايدل فوليوم. نعم دكتور. هذه اوكي انتهينا من هذه، وين راح نجي؟ هذه هذا الرسم هسه جاي تشوفونه بالقلم، دا تشوفوه بعد دكتور اللي هو الريسبيراتوري توتال ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم. احسنت زينه، هذا هسه شفناه اوكي شباب بعد دكتور. هذا الريزيرف هذا ايش قد يكون؟ هذا يكون 3000. هذا هو يكتب ما ادري بعد صفر 3000. هذا ايش قد؟ هذا 5000 500 العفو 500 مول. هذا بالحاله الطبيعيه التايدل فوليوم، هذا من ازود انا راح ازود يعني اخذ اكثر راح يبقى عندي يوصل لل 3000. هسه شنو عندنا بعد نقطه؟ خلنا نسهل هسه عندنا اكسبيراتوري ريزيرف، شنو هو هذا؟ ايش قد راح يوصل؟ هذا عندنا راح هنا راح يصير عندنا ايش قد يكون؟ عندنا 1000 مول زين؟ من الاكسجين اللي هذا هو هسه راح تشوفوه. وينه؟ هذا اللي راح ينزل الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، هذا نزل عندنا هاي بالضبط لحد هنا وصل. خلي اسوي لكم اياها بالقلم. هذا طلع هذا النزول مالته، هذا الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم زين. هذا من انا اخذت سحبت اكسجين ورجعت سويت فرغته، هذا راح ينزل عندي للريزيرف الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. تمام واضح هسه الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم طلاب؟ نعم دكتور واضح دكتور. بقية الشباب طلاب والله ما عندي مشكلة اعيدها يعني اغير من طريقة الشرح مالتها. ها واضح واضح دكتور واضح دكتور واضح واضحة دكتور. تمام زين هسه عندنا الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم عرفناها، عندنا التايدل فوليوم اللي هو النورمال، الريسبيراتور ريزيرف فوليوم عرفنا شنو، من ينزل للاسفل كله راح يكون هذا الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. عندنا اخر شيء اللي هو النقطة سوري بس دقيقة طلاب سوري سوري فوليوم اللي راح تكون شنو هي هاي؟ الغاز
هذا ريماين يقول لك ان لاين افتر فورسل الفورس اللي راح تصير اللي يتعرض لها. هذا طلاب ما له شغل بكل شيء. هذا يعني انا هسه شوفوها هاي ريزيدوال فوليوم اخر شيء هذه اللي اخر شيء اللي صايره بالقعر. هذه ايش فيها هاي؟ انا اخذت النفس سحبت نفس وطلعته اوكي وما ادري شنو كل هاي العمليات اللي صارت، بس انا هذا راح يبقى عندي 1500 بالريزيدوال فوليوم ثابت. ليش راح يبقى ثابت هذا عندي؟ هذا ما له شغل لا بعمليه التنفس وابدا مو يم الموضوع. شو يبقى هذا؟ يبقى يعني مستقر وثابته 1500 مول من الهواء داخل الالفيولاي. ليش؟ اكو احد يعرف طلاب؟ ها طلاب هذا ريزيدوال فوليوم ليش يبقى عندنا 1500 ثابت ما تطلع؟ فاطمه كاظم دكتور اقدر اقول ماكو معلومه؟ لا عفوا دكتور اه حبيبي اقدر اقول يعني هاي 1500 هي الفرق لما مالتهم فتبقى ثابته؟ بعد شوي يا حبيبي ما حن بالي اسمك العفو نسيت شو اسمك؟ في الجمع يعني بين ال حميد 500 اللي هي تكون بالنهايه والالف اللي هي تكون بالنهايه محمد يعني بعد لا زين احنا مو عندنا الف يولاي احتياجها هي للخلايا هاي منو؟ عفوا بس الاسم أساوة بس خلي شوية قربها لكم. عندنا احنا الفيولاي، هاي الفيولاي إذا فرغت من الهواء شو يصير بيها؟ راح تنكم وش تصغر حجمها تتقلص يصير لها شرينكينج مو؟ نعم دكتور نعم دكتور هسه... يعني هو احتياجها حالة يخليه بالجسم زين هسه زين عندنا احنا هسه 1500 شنو دورهن هنا؟ دكتور احنا على ونحن الانهيار شلون طلاب؟ دكتور يحافظ عليها من الانهيار لان يعني هاي اقل دكتور حتى تبقى بيها حتى ما تنفس لا اوف بس دقيقه اكو واحد حكى هسه خلينا نشوف منو شو اسمك حبيبي؟ ياسر دكتور اه ياسر اي شنو ياسر؟ دكتور يعني هاي شو اسمه على مود تحافظ عليها من الانهيار لان اذا فرغت كلش من الهواء ف راح يعني مثل تنطبق نقول شلون احنا نقول تنطبق ف يعني راح تتقلص كلش بحيث تنهار يعني ممكن زين بعد اكو معلومه تنضاف على ياسر؟ اي دكتور يعني هو حيصير لها شرينكينج يعني بعد شلون كل اللي تفضلتوا بيصح واكثر شيء اللي هسه هو قالها ياسر هذه إذا فرغت الألفيولاي مباشرة راح يصير شرنك وتنطق يعني مثل ما قال ياسر تنكمش أو تنطبق وتتلف انتهت فتظل ثابتة عندنا شنو بيها 1500 مول من الهواء هذه ما إلها شغل بكل شيء ثابتة يعني هذا حجم منتهين منه زين طلاب هسه من يحكي لي التايدل فوليوم شنو أنا أقصد به منو شو اسمك؟ مهدي دكتور مهدي يلا حبيبي شنو التايدل فوليوم سولف لنا اياه اول نقطه هي كمية الهواء اللي راح تدخل لرئتين بالحالة اللي يكون الإنسان بها طبيعي بحالة الريست فيكون كمية 500 مول أحسن يعني هذه كل شيء ماكو جهد أنا وياكم هسه قاعدين نسولف طبيعي هاي 500 مول راح تدخل لنا الريسبيراتوري ريسير من يحكي لنا اياها غير مهدي احسنت مهدي دكتور يكون اعلى من التايتل شنو اسمك؟ فاطمه كاظم فاطمه كاظم ايش راح يصير لنا هنا يعني اعلى من التايتل شنو يعني؟ هذا صار اكو جهد هنا صرفنا مو مثل ما نقول طاقه ايش قد راح يوصل عندنا؟ راح يوصل 3000 مول اوكي؟ نعم دكتور زين الاكسبيراتوري ريسير فوليوم من يحكي؟ دكتور
دكتور هو أقل من التوتال فوليوم ويكون ماتل حجم 100,000 مول. 1000 مول اللي هو يعني شنو؟ عملية إفراغ راح يصير للأكسجين هنا للغاز. تمام؟ بلي دكتور. الريزيدوال فوليوم شنو؟ دكتور عفوا هاي الريزيدوال فوليوم راح تكون ثابتة عندنا، هذا حجم ثابت ما عليه بأي شيء 1500. يعني هذا يحمينا الالفيولاي من الهلاك من الدمار من الانهيار تحمينا. احسنتم شباب، ممتاز كلش ممتاز. زين هسه عندنا شنو قلنا احنا؟ عندنا قبل شوي ذكرت كم نوع من الكاباسيتي؟ طلاب قلت اربعه كاباسيتي موجوده عندنا، القابلية شنو هي؟ ان ريسبيريشن كاباسيتي، الفانكشنال ريزيرف كاباسيتي، وعندنا الفيتال كاباسيتي. زين والتوتال لان كاباسيتي. هسه طلاب اول شيء وحده وحده راح نجي. زين ان ريسبيريشن كاباسيتي شو يقول لك؟ amount of gas in respire into the lungs after normal tidal volume. يعني شنو هسه المعادله مالتها حميد؟ شنو نقول هنا؟ يقول لك الاماونت اوف غاز اللي يدخل لنا لللانج افتر نورمال تايدل فوليوم شو نسميه ان ريسبيريشن شنو كاباسيتي. شو يساوي لنا تايدل فوليوم زائد شنو؟ ان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم واللي هو حجمه ايش قد؟ 3500. راح نروح للصوره نشوفه يا هو منهم. خليكم وياي طلاب، شوفوا هذا اللي نحصل يعني احنا نشتغل بالقلم. هذا ان ريسبيريشن كاباسيتي هذا اللي اشرت لكم اياه. هسه هو مجموع بين من طلاب؟ مجموع بين التايدل فوليوم ومجموع بين ان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم. سوري تمام شباب؟ اي تمام. هسه عندنا الان ريسبيراتوري كاباسيتي شنو هي؟ مجموع من شنو؟ اثنين التايدل فوليوم والان ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم، هذين الاثنين ايش قد يساوي لنا المجموع مالتهم؟ 3500 مول. مول واضحه؟ واضحة. شباب عادي عيدها والله، ايش قد ما تريدون عيدها ونغير بالطريقة منا لمن يعني إذا الأمور طيبة طيبة الحمد لله. واضحة دكتور. دكتور هي احنا مو الـ respiratory reserve volume مو 3000، منين جت الـ 500 وياها؟ ها احنا ايش قلنا؟ ان respiration شنو قلنا بيها؟ 3000. والـ tidal volume ايش قد؟ عاش تجيت على هذا السؤال. والـ tidal volume ايش قد؟ ايش قد؟ 500. ايش قد راح يصير مجموع؟ 3500. ممتاز عشت فيها زينه كل زين ما بهتينا انا رايح على البال. هسه عرفنا شنو؟ احنا قلنا 3000 ان ريسبيريشن. هاي شباب شوفوا لي هذا اعلى شيء اللي هو البيك اللي قلنا ان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم ايش قد راح يصير عندنا؟ 3000. التايدل فوليوم ايش قد؟ اللي هو 500. فمن نجمعهم احنا جاي يقول هو جمع الكاباسيتي مال ان ريسبيريتوري شنو؟ هو جمع بين التايدل فوليوم والان ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم. واضحه هسه هذه؟ اي دكتور شكرا. واضح نعبرها شباب؟ نعم دكتور. هو مو صعبه جاي يشوفون الماده؟ لا زين مفهومه؟ نعم دكتور. تمام هسه عندنا شنو؟ عندنا الفانكشنال ريزيرف كاباسيتي هي الاماونت اوف غاز ريماين ان لانكس افتر نورمال. هسه هي شنو بدنا نقول احنا هنا؟ فاطمه شنو اقول انا هنا؟ نعم دكتور يعني بعد الطبيعي. بعد الطبيعي يقول لك الاماونت اوف غاز ريماين ان وين؟ باللانكس افتر نورمال. انا بعد ما صارت الوضعيه ذات نفس راح يبقى شنو عندي؟ الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم وبعد شنو؟ ويا شنو هو؟ هسا احنا عندنا 2000 توتال فوليوم والريزيرف ريزيرف فوليوم.
احنا قلنا اللي باقي after amount شنو اللي يبقى عندنا؟ من اللي يبقى عندنا دوم؟ يا هو دكتور ما شاء الله 1500 عندنا باقي، وبعد 1000 منين جايتنا؟ من يا هو بدون ما نروح للصوره جايتنا من expiratory reserve. خلنا نرجع للصوره وياكم شباب. عندنا expiratory reserve volume هذا تشوفوه الجوة، خلنا نصير وياكم بالقلم حتى واحد. هذا شو سميناه احنا النزل؟ expiratory reserve volume ايش قد كان حجمه هذا؟ ألف. طب ها؟ ألف. ألف. ممتاز. هسه وصلنا نقطة كلش لطيفة. هذا ألف. residual volume ايش قد قلنا؟ هذا. ها؟ 1500. ممتاز. عليكم نور أحسنتم. هسه شنو عندنا؟ 1000. وب 1500 نرجع لصورتنا. 2500. 2500. اذا معادلتنا شو تقول هي؟ هسه شو تقول هنا عندنا؟ الفانكشنال ريزيرف فوليوم كاباسيتي تقول لك شنو؟ الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم ويا من وي زائد الريزيجوال فوليوم يعطينا شنو؟ 2500 مو مجموع المتبقي اللي هو بالالف ولاي بالحاله النورمال والطبيعي ويا اللي راح من ينزل عندي البيك اوكي راح ينزل للاسفل هو ايش قد قلنا؟ 1000. لهنا تمام امورنا؟ تمام دكتور. اعيدها من بداية من جديد مره لوخ؟ واضحه. شباب اكو احد ما فاهمه؟ طلاب بنات؟ لا دكتور واضحه. تمام اوكي الحمد لله. هسه عندنا الفايتال كاباسيتي ماكس شنو هي؟ الاماونت اوف جاز اللي عندنا موجوده فروم لاين اللي راح تكون افتر شنو؟ الميكس اللي راح يصير لنا بيناتهم، يعني الغاز اللي متبقي باللاين افتر الميكس يا هن اللي راح يعطينا الفايتال فوليوم الفايتال كاباسيتي ماكس. اكو واحد يقول لي المعادله هسه اللي قدامنا هاي شو تمثل؟ الفايتال كاباسيتي تساوي ان واحد يقرا لي اياها مو رموز، منو من الشباب بنات؟ دكتور اول شيء عندنا منو اساور؟ نعم اساور؟ نعم ها؟ نعم نعم دكتور يلا اساور شنو اساي عندنا؟ اول شيء عندنا تايد الفوليوم اللي هو 500 وبعدها زائد الريسيف اللي هي 300 3000 قصدي وبعد اوكفيلي اساور لحظه شنو عندنا؟ عندنا اول وحده الريسبيراتوري ريزيرف فوليوم ممتاز اللي هي هاي ايش قد؟ 3000 3000 ممتاز التايدل فوليوم واكس ريسبيراتوري تمام التايدل فوليوم ايش قد؟ التايدل 300 التايدل فوليوم اساور شويه انه ريسبيراتوري 500 عفوا دكتور 500 ممتاز انه ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم هي 3000 التايدل فوليوم 500 الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم 1000 ايش قد راح يصير عندنا المجموع؟ 4500 احسنت هسه نرجع وين للصوره؟ يعني هسه عندنا هذه التايتل الفايتال كاباسيتي يا هي هاي هسه تشوفون اخر شيء شباب بس وياي هاي الفايتال كاباسيتي شو تمثل لي؟ تمثل لي ثلاثه تمثل لي ان ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم وتمثل لي التايدل فوليوم وتمثل لي الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اوكي شباب يعني جمع عندنا الان ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هو 3000 زائد التايدل فوليوم اللي هو ايش قد 500 زائد الريسبيراتوري الاكس ريسبيراتوري ريزيرف فوليوم ايش قد اللي هو 1000 بالاخير ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني 4500 واضحه شباب لو عيدها طلاب اعيد شي بها هاي مفهومه ها
والله دكتور أعيدهن ثلاثتين من البداية لو نكمل للرابعة ونعيد واحدة واحدة. دكتور بس الرابعة آخر شيء عيدنا إياها بس. الرابعة أنا ما حكيتها بعدني، يعني قصدك الفايتال كاباسيتي أعيدها؟ هو الدكتور آخر وحدة لا مو هاي هسه اللي حكيتها. التوتال لانج، التوتال لانج كاباسيتي بعدني ما سولفتها. ماشي هي هاي قصدك عليها زينة؟ إي بلى دكتور هي هاي. هسا احنا اول شيء راح اسولفها هسا بعدني ما مسولفها، عندنا التوتال لانج كاباسيتي شنو يقول لك؟ الاماونت اوف غاز ان ريسباير تو اكسباند ذا لانج شنو شبيه؟ تو اتس ماكس اكستند شنو يضمن هذا التايتل؟ التوتال لانج كاباسيتي من يحكي لي اياه يقدر يفهم لي اياه هسا للطلاب ونرجع تي فوليوم ان ريسبيرتوري ريزيرف فوليوم شنو هاي شو تقولون يا احنا ذني؟ نعم دكتور شو اسمك؟ فاطمة كاظم. يلا فاطمة شنو اسمك؟ هسه فاطمة سوري هسه عندنا التوتال لانج كاباسيتي اوكي؟ نعم دكتور شو تضمن؟ انا راح اقول لك الرموز وانت قولي لي التوتال فوليوم اللي هو 500 تمام اللي تايدل فوليوم اوكي اي وان ريسبيرتوري ريزيرف فوليوم ريزيرف فوليوم هذا اللي 3000 ممتاز و اكسبيرتوري ريزيرفر فوليوم ايكوال جيت 1000 ممتاز وال ريزيرفر فوليوم ايش جيت؟ 1500 اللي هو باقي بال 1500 بالالوفيولاي اللي عندنا هو ثابت زين ممكن سؤال شنو الفرق بين قبل لا كم؟ خلينا نكمل واسال هالسؤال هسه عندنا اللانج التوتال لانج كاباسيتي شنو هنا مجموع اربعه مجموع التايدل فوليوم والان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم والاكسبيريشن ريزيرف فوليوم والريزيجوال فوليوم عندنا التايدل فوليوم 500 ان ريسبيريشن ايش قد 3000 الاكسبيريشن ايش قد 1000 عندنا الريزيجوال فوليوم ايش قد 1500 بالاخير مالت المحصله ايش قد 6000 مل 6000 مل نجي للصوره مالتنا هسه تشوفون الصوره هذه عندنا بالاخير هذا بالاخير عندنا مجموع كلي راح يكون الاسبيراتوري والتوتال فوليوم الاسبيراتور والريزيجوال هذا كلي شو نسميه توتال لانج كاباسيتي اذا اقول لكم الفيتال كاباسيتي يا هي من تقولوا لي يا نرجع صورتنا يعني رقم لو المكونات لا المكونات هسه الفيتال كاباسيتي منو تقولوا لي يا هي الريسبيراتوري والتوتال والريسبيراتوري الاكس عندنا هسه الفيتال كاباسيتي اللي هو ان ريسبيريشن ريزيجوال فوليوم والتايدل فوليوم والاكسبيريشن فوليوم يعني هذا بالفيتال من اقول لكم الفيتال مباشره تخلون ببالكم فد واحد ما موجود فيه يا هو الريزيجوال فوليوم تمام؟ تمام دكتور تشوفون الطلاب الفيتال ثلاثه التوتال لاين كاباسيتي اربعه الفيتال والتوتال فرقهم شنو؟ بالتوتال موجود الريزيجوال فوليوم بالفيتال ما موجود الريزيجوال هسه يمكن نرجع مره ثانيه طلاب هسه الفيتال كاباسيتي اللي هي ضمنها ثلاثه ان ريسبيريشن شنو ريزيرف ان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم والتايدل فوليوم والاكسبيريشن ريزيرف فوليوم هذه ثلاثه الفيتال يختلف عن التوتال بشغله واحده شنو هي الريزيجوال اللي هي ال 1500 ما موجوده بالفيتال اما بالتوتال راح تكون كلهن موجودات اربعه ان ريسبيريشن والتايدل والاكسبيريشن والريزيجوال ماشي طلاب مفهوم هسه الفرق بين الفيتال كاباسيتي والتوتال لاين كاباسيتي مفهومه شباب؟ مفهوم زين مفهوم كذلك عندنا شنو؟ هسه عندنا الان ريسبيريشن كاباسيتي شو يضمننا؟
ان ريسبيريشن كاباسيتي شي ضمننا يضمننا التايدل فوليوم وان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم اللي هو 3500. الفانكشنال ريزيرف كاباسيتي يضمننا الاكسبيريشن ريزيرف فوليوم والريزيجوال فوليوم. طلاب ماكو واحد منكم سيان قال لي هاي ليش احنا جايين نسوي ومدوخين نفسنا وجايين نحفظ ارقام؟ نحدد الخلايا وين راح يكون بالتنفس. ممتاز. شو اسمك؟ مهدي دكتور. مهدي حبيبي مهدي. احسن. انا ما راح اسوي شيء لاني عندي جهاز هسه عندي اللي هو شنو السبيروميتر هسه راح نشوفه. هذا من راح اشتغل انا السبيروميتر خلينا نشوف صورته موجوده عندي يعني ممكن نخليها. هسه اشوفكم يا فيديو اني همينه. هذا طلاب مثلا اني راح اسم اكو بيه هو تدرجات هي مثل البطل صاير صغير راح انطيه للمريض للي او مو مريض انا جاي اسوي تشيك الشخص اجي اقول له سوي لي عمليه انريسبيريشن كاباسيتي. انا ببالي شنو انريسبيريشن كاباسيتي شو ضمنه؟ ضمنه التايدل فوليوم وضمنه ان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم اللي هن عدد مجموع ايش قد 3500. هذا من يتنفس يسوي لي الحاله راح من يوصل اذا وصل لي بهذه الحاله بالريسبيريشن كاباسيتي ل 3500 هذا نورمال ما عنده مشكله. بس اذا ما وصل لي او وصل لي اعلى من هذا لا هنا اكو خلل. تمام طلاب؟ من اجي اقول له سوي ابدا اسوي اني مثلا اقول له الفانكشنال ريزيرف كاباسيتي راح يبدي هو شو يسوي لي؟ يسوي لي عمليه انا بعد ما سوى لي الريسبيريشن راح تلقائيا يبدي يسوي لي الفانكشنال ريزيرف كاباسيتي. هاي راح يصير يعني اخر مره ثانيه من شلون مو مره ثانيه تكمله مال الريسبيريشن. ايش قد راح يظهر لي اذا وقف المؤشر عن 2500 هذا اوكي، اذا وقف على اقل لا هذا مو تمام اكو حاله مرضيه. او اذا اكثر اكو حاله مرضيه. اذا سوى لي الفيتال كاباسيتي اللي هن ضمننا ان ريسبيريشن ريزيرف والتايدل فوليوم والاكسبيريشن ريزيرف. اذا هم كذلك وقف على 4500 اوكي الامور ما عنده مشكله. عالي ناصي لا اكو خلل. التوتال فوليوم هم كذلك. هسه راح اشوفكم صوره ان شاء الله او مقطع فيديو وتشوفون شنو هو. قدامكم شباب هاي صوره يعني بعد واضحه اكو بها شيء بالرسم ما مفهوم طلاب؟ اكو فد نقطه ما واضحه؟ اذا هاي قولوا لي. اكو شيء بها ما واضح طلاب هاي الصوره؟ اعيد شيء بها؟ عرفنا شنو الريسبيراتور ريزيرف فوليوم، عرفنا التايدل فوليوم شنو، الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم شنو، ريزيجوال فوليوم شنو؟ واضح طلاب شبابنا؟ نعم دكتور واضح. هذن الاجراءات شباب دائما برا راح تشوفون هاي العمليات يسووها. شنو هاي العمليات؟ هاي احنا هسه قليل جاي يسووها. قبل العمليات يقومون بهاي الاجراءات يسوونها للمريض اللي يسوون له التايدل فوليوم، يسوون له الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، يسوون له الريسبيراتوري ريزيرف فوليوم همينه كل هذن يسوون لها. ليش؟ حتى يشوفونه ما عنده مشاكل باللانج. من ما عنده مشاكل باللانج اموره طيبه بالتخدير راح يشتغلون التخدير. بس اذا عنده مشاكل باللانج بالرئه بالريسبيراتوري سيستم لا هنا راح تختلف الوضعيه اللي راح شنو يبدون. يعني مثلا اذا لقوا بالريسبيراتوري ريزيرف فوليوم الكباسيتي مالته مو تمام اكو في الطريقه انه راح يستخدمون او جرعه مناسبه لهذا الامر. زين اذا وحده خلل من ذني الاربعه كذلك راح يستخدمون في جرع شكل او هي هذه العمليه كلها نجريها الناس عندهم هم اصابه في مرض يعني موجود باللانج. هسه راح نتطرق لهم شنو. زين شباب هسه يقول لك الميكانيزم اوف بريثنج بالريسبيريشن اكتف بروسيس. يعني هاي هنا شنو اقصد بها ان ريسبيريشن اكتف بروسيس؟
شباب شلون دكتور؟ الريسبيريشن بالريسبيريشن يقول لك هاي اكتف بروسس. شنو مقصدها اكتف بروسس؟ شو احتاج هنا؟ انا ذكرتها بالشرح قبل شوي. ها شباب عمليه الاكتف شنو؟ ها تنشيط دكتور هنا اكتف. اكتف شنو اقصد بيها؟ اكتف يعني نشط. نشط. النشط شنو يعني؟ يعني طبيعي يعني جهد يحتاج اكثر هو؟ شلون؟ يعني دا يبذل جهد. دا يبذل جهد. هاي جهد منين جايتنا يعني؟ او مثلا النشاط اللي جاي من منين؟ يعني هو غير التنفس يصير اسرع او يعني نفس ما قلنا قبل شوي انه ما عفوا من التنفس. انا هسه الريسبيريشن جاي يصير عندي بعمليه احتاج اي شنو؟ اكتف شنو بروسس او اكتيفيشن بروسس. هذه ان شاء الله شنو الاكتف يعني؟ شنو هنا انا بروسس الاكتف بروسس شنو يعني؟ اكو طاقه تكون دائما فعاله يعني اكو طاقه اصرف هنا احتاج طاقه؟ نعم دكتور. اها هاي اللي اريد اوصل لها انا بالاكتف بروسس. هنا أنا احتاج الى شنو؟ طاقه انرجي حتى اشتغل. بالاكسبيريشن شنو؟ يقول لك باسف. شنو باسف؟ عكسي اعتقد. ها؟ عكسي باسف يعني ما يحتاج طاقه يكون يعني. احسنتم. ما يحتاج طاقه. اساور مهدي قال عكسي. مهدي لازم تكمل تقول عكس الاكتف بروسس يعني هذا الباسيف انه هنا ما يحتاج طاقه اموره طبيعيه دي يشتغل لنا بها ماكو مشكله. زين هسه عندنا انا هم نقطتين عندي ذني تعرفوهن بالاسبيريشن شنو هو اكتف بروسس والاكسبيريشن شنو هو باسيف. زين تمام طلاب. هسه راح نعبر للسلايد اللي بعد الكلام يعني ما اعتقد راح تحتاجوه هسه. زين اللانج فوليوم انا قلتها قبل شويه شلون ترتيب الذني. هسه الانديكيشن او البربس او شنو نقول ليش انا راح اسوي هذه الاجراءات شنو استفاد منها؟ من يسولف لنا هذا الذني هسه ديتكت شنو الديزيز؟ اليوم انتم حضوركم اليوم حضوركم لطيف يعني زاد شويه عن الايام. اول شيء عندنا ديدكت الكشف عن المرض. احسنتي. يعني هذا الشيء نستخدمه هو نفس ما قلنا قبل شويه تشخيص حسب شو اسمه. راح نشوف من خلال شنو راح نشوف شنو؟ يعني الشده مال الشده الشده يعني راح نقول ريزيرف اس دايجنوستيك شنو تول من خلاله راح نشوف هذا انه هل الديزيز هذا شقد الشده مالته ضراوه مالته هل محطه منه اللاين ومحطه منه ربع منها 20% 30% بهالشكل. النقطه الثانيه من يحكي هذا اساور دكتور فادوير سفرتي اكستند على هشام. يلا على هشام حبيبي. فادوير سفرتي اكستند ادمونتير ذا كورس اوف ديزيز. شنو نقصد بها ابو حسين حبيبي؟ والله صارت لنا قبل شوي ترجمتها نسيت. احنا هاي هنا ايفالويشن سيفيريتي انا راح احدد هذه السيفيريتي مالته شنو راح اسوي؟ حددتها شنو على ضوها شنو وراها اكو؟ شو تقول؟ نعرف الشده ونعرف المدى مالتها يعني قد ممكن تاثر. احسنتي اساور. وراها شكو بعد ابو حسين من عرفت الشده يعني قصه الذني الشده والضراوه مالتها وين واصله هذا الديزيز شو راح اسوي؟ تقييم العلاج. احسنتم شباب. راح اقيم يا علاج انه استخدمه اني بعد راح شنو اشوف النقطه اللي بعد. نعم دكتور. دكتور يلا حبيبي شو اسمك؟ حميد فرحان. يلا حميد حبيبي اصواتكم هذا تختلف والله اعتذر كل شويه اقول دكتور. العفو العفو دكتور. ايفالويت تريتمنت دكتور هنا مرحله تقييم العلاج يعني انا شفت حددت المرض مهدي حميد شفت الذراوه مالته وين واصله وشنو اللي راح يسبب لي راح انجي انطي شنو العلاج استخدم يا علاج بهذه الحاله اللي هي عندي مثلا مداها منا اللي هنا يعني خلينا نقول الاصابه مالتها 50% يا علاج هذا راح نستفيد منه نقدر نحدد به
اللي هسه صارت عندنا بهاي كورونا الله يكافيكم، شو شفتوها كلش هواي، يقول له 20% صابت اللاج، 30%، 50%، 70%، 80%، سمعتوا بهيك شيء الله يكافيكم الشار يعني؟ اي بلي دكتور. اي من خلال نجي على التريتمنت. النقطه اللي بعدها شنو دكتور؟ غير حميد حبيب، عاشت ايدك حميد. غير حميد منو؟ دكتور ميجر افكتد اند زينة. نعم دكتور. ميجر افكت اند ريزلت اوف تريتمنت اكسبوجر، يعني هو مدى تاثير العلاج اللي حطيناه للبينشن. اي نشوف الشهر. انا شنو طيت العلاج، انتظرت هسه طيت العلاج لمده 5 ايام او 3 ايام، راح شو سوينا انا؟ انتظر بعد تعرض المريض لهذا العلاج، انتظر شنو الفائدة منه، أثر بهذه الحالة المرضية أو لا. تمام؟ مفهومات طلاب ذني؟ دكتور العفو، هنا أنا يعني أقيس الأثر ونتيجة العلاج، يعني مدى يعني استجابة المريض لهذا العلاج. أمين حبيب. أي أي أقيس. أنا هسه مثلا أعطيتك أزيثروميسين، أعطيت المريض قلت له أخذه 5 أيام، أبسط مثال مو؟ أخذ وراح، أخذ الأزيثروميسين خلصها 5 أيام، 6 أيام خلصها. إجا قلت له ها شنو وضعك؟ قال لك والله شوف تحسن دكتور، كل زين الحمد لله. قلت إيش راح تسوي؟ راح ترجع تكمل عليه الكورس الثاني مال الأزيثروميسين. بس إذا إجا قال لك والله دكتور شوف خلصت 5 أيام 6 أيام وكأنما كل شيء ما باخذ، شنو هاي مقياس راح يصير عندك هنا؟ أبسط شيء هاي، يعني ما راح ندخل بالميكان بالميكانيزم ولا السيستمات، يعني نستخدم اجهزه وان بيس. شنو هنا صار حميد عندك؟ بري دكتور، هنا أنا صار عند المريض استجابه للعلاج، راح اعيد تكرار العلاج على المريض. اقدر اقول هنا يعني اذا صار يعني استجابه للعلاج. اي احسن، اذا عنده استجابه وقال لك دكتور جاي يتحسن، والله انت عندك ببالك مثلا هذا الايتم انطيته لازم يتكرر مره اخرى، كررت عليها، بس بينما جاك والله دكتور كل شيء ما فاتني هذا، كل شيء ما استفاديت منه، ايش راح اسوي تبع الحاله؟ شنو راح تغير من العلاج مالتك، تنطي غير علاج لا حتى شنو تاخذ شنو نتيجه. هاي ابسط شغله نقدر نسويها يعني، اما ندخل بقيه اما بالشده بالسيفيرتي يعني القوه القويه الاصابات القويه كلش لا، راح نبدي مثلا هو يجري لنا مثلا تمارين بعد ما ياخذ العلاج، يجري لنا تمارين يا هو اللي هسه قبل شوي اللي سويناه اللي هنا الكاباسيتي مالت التوتال فوليوم والاسبيريشن كاباسيتي، ذني كلهم راح يسوي لنا اياها، راح نعرف اللانج تحسنت او لا. بس عندنا يعني اصلا مثل ما نقول اللي هو عندنا من نقطه العلاج نشوف المريض يقول لك تحسنت او ما تحسنت. زين شباب مفهوم هاي حميد؟ واضحه دكتور، واضحه عشت ايدك ويدك بقيه واضحه؟ نعم دكتور واضحه. هسه عندنا هاي يقول لك الاسماء الكرونيك برونكايتيس الريسبيراتوري انفكشنز اللانج فايبروسيس البرونكو برونكوتايتيس الالرجي اللي راح تصير عندنا هنا مثلا، هاي كلها اللي راح نستفاد منها بعمليات الاصابه. هاي بعد تكمل عندنا مال الامراض اللي راح تفيدنا مثلا تيومار مثلا، نشوف عندنا سوائل موجوده جوا ابسس موجوده خراج، هاي شغلات شلون اقول لكم اياها، اكياس موجوده على اللانج او داخل اللانج، هاي كليتها هير. هسه عندنا جهاز السبيروميتر، زين انا عبرت ذني طلاب لان هذا تحديد ليش احنا جاي نستخدم مثلا حتى نكشف الامراض وشغله. هسه عندنا السبيروميتر، شنو هو السبيروميتر طلاب؟ اكو احد يقدر يسولف لنا عليه؟ دكتور هو جهاز نستخدمه على مود نقيس سعه الرئتين الهواء بالرئتين. هو جهاز يقول لك it is instrument شنو for measuring the air capacity of the lungs، يعني نقيس سعه اللانج. يقول لك المجرمنت اوف ذا باترنت اوف اير شنو موفمنت ان اند اوت اوف ذا لانجز ديورينج كنترول فنتال اتاري. زين يعني انا هسه عندي شنو هذا الجهاز راح يقيس لنا عمليه دخول الهواء وخروجه
والسيطرة عالية زين. مفهومة شباب؟ زين. هسا عندنا السبيروميتر شنو هو تعريفه وشنو استخدامه؟ من يعرف لنا اياه؟ يا رساوة. نعم دكتور. من يعرف لنا السبيروميتر؟ منو؟ بلي دكتور. حميد؟ نعم. السبيروميتر شنو تعريفه؟ يقول لك it's used to measure. دكتور يقول is used to measure يعني the air flow. راح نقيس. يستخدم لقياس الهواء. مجرى الهواء مثلا والفنتليتر. فنتليتري. ريجوليشن هذا عملية بصورة منتظمة. هاي العملية بصورة منتظمة يقيس الدكتور. ممتاز. بعد شو يصير؟ وراح يسوي لنا فنتليتر شنو ميكانيزم؟ ميكانيزم وراح نشوف شنو اللانج فوليوم. نعم دكتور. وحجم الرئة معنا قيس ديورنج فورس خلال عملية شنو؟ اكسبيراتوري مانيوفر فروم فول الريسبيريشن. نعم دكتور احسنت مني. هسه اقول لك هو شنو راح نقيس الاير فلو والفنتليتر ريجوليشن والفنتليتر شنو هو ميكانيزم واللانج فوليوم ديورنج الفورس الاكسبيراتوري يعني القوه اللي راح يتعرض لها زين بالان ريسبيريشن. تمام طلاب. هو هذا الجهاز ده شوفوه هذا قدامكم. هذا يكون من الكتروني الكتروني يسد الانف من فوق. لحظه لا بس حبيبي دكتور حيدر راح اكمل دكتور هسه شوي. تحتاج شيء؟ لا بعد ما حبيبي اسولف دكتور حيدر. شباب هذا عندنا جهاز شنو السبيروميتر صوره هذه. هذا راح يخلي نسد الانف. هذه اكو مثل التيوب راح نخليه بالفم. نبدي عمليات اللي قلت لكم عليها الشهيق والزفير وش قد راح نبقي هواء نقدر نبقي الهواء داخل اللام. راح اكو مثل تخطيط راح يظهر لنا. راح نبدي نقيس تطلع لنا ريبورت انه هسه راح اشوفكم مقطع فيديو زين. طلاب ظاهرة الصورة عندكم؟ نعم دكتور. ظاهرة الصورة شباب لو لا؟ واضح الصورة دكتور. هسه هذا الفيديو مشتغل عندكم؟ نعم دكتور. يلا تمام. هاي دا يحكي يقول هذول احنا الاشخاص اللي راح ليش نستخدم لهم الجهاز هذا المقياس التنفسي او المحفز لهذا الشيء. اكو ناس راح يصيرون عندنا فد شغلات عندهم شنو هي هسه اقول لكم اياها. مثلا جماعة الأوستي اللي عندهم سمنة كلش هواية شايفينهم دول خطية. هذا نومته متقطعة. ليش نومته متقطعة؟ من تبهين دول الاسماعي كلش ينام هيك على ظهره اختنق ورجع قام عدل نفسه ورجع وخذ على النوم شوية وهم اختنق ورجع مرة أخرى. هذه كلها بسبب انه شنو السمنة تضغط على اللانج واللانج ما بيها كفاءة عالية. فهم هذه الكباسيتي اللي دا نسويها هذه هي عبارة عن تمارين راح تساعدنا للشخص انه او تحفز اللانج مالته على شنو على العمل ويسوي لها اكتيفيشن زين. هسا نكمل مقطع الفيديو ونشوف. شباب شوفوا لنا هسا الارقام. تشوفوني هاي الارقام؟ نعم دكتور. منين بدنا نبدا هسه احنا؟ من ال 500. شفتوا ال 500 اسفل شيء؟ 500 1500 2500 3500 4500. طلاب ال 1000 ال 500 شنو؟ توتال فوليوم. ممتاز عاشت ايديكم. ال 1500 شنو؟ الالفيولاي اللي تكون بيها الهواء. ريزيرفر فوليوم. ريزيرفر فوليوم ممتاز احسنتم. ال 2500 شنو؟ الفاكشنال ريزيرف. اها الفاكشنال ريزيرف الجمع. احسنتم
ممتاز. عندنا 3500 شنو؟ الفيتال. الفيتال؟ ها؟ نرجع للملزمة؟ لا دكتور بني أول شيء جمعناها الريسبيراتوري ماكس. الريسبيريشن ريزيرفال والإكسبيريشن عندنا والتايدال فوليوم زين والريزيجوال فوليوم أربعة. هذين التقسيمات هنا راح نشوف التقسيمات تشوفون هذه. خلينا نكمل ونا راح أشوفكم إياهن هسه الصورة شنو اللي نعني بيه. خلي نكمل مقطع الفيديو. احنا بالنورمال قبل شوية ايش قلنا؟ قلنا شباب قلنا اذا سوينا التوتال فوليوم ايش قد راح يطلع لنا بالنورمال؟ 6000 مللتر. 6000 مللتر يعني ايش قد 6000؟ كم لتر؟ 6 لتر. احسنتم. هاي هسه هو يقول لكم بالنورمال 6 لتر. نكمل. طلاب هسه شفتوا هاي دي اشركم هو دي يقول انهليشن اخذت بس من زودت ايش سويت عبيت كل شيء هو صار انه الريسبيراتور ريزيرف فوليوم اللي قلنا بها شنو هي اكتف بروسس اللي هي شنو نحتاج الى انرجي اللي هو هذا البيك اللي ارتفع حسب تشوفون بالخط الاسود بالازرق باللون الازرق شنو هو تايدل فوليوم هذا طبيعي اوكي واضحة هاي الصورة يمكم شباب؟ نعم دكتور. نعم دكتور. أكمل أكمل مقطع الفيديو أنا آسف بس ده يعني توضيح فوق يعني وياه. سوري. أي. شباب هو هسه يقول بالريسبيراتوري ريزيرف فوليوم 2.5 ممكن 2.5 ممكن 3000 بس هو الادق والمضبوط 3000 اوكي دكتور شباب هذا الجهاز شفتوا هذا اللي قدامكم قلت لكم هذا سبيرومتر خلي كمل وارجع اعلق
طلاب آسف على المقاطعة، هاي شفتوها هذه العتلة الصفرة، هذه أنا مثلا أخليه على 500، شر دقيس من أخليه على 500؟ total volume. ممتاز، أرد أخليه على 3000، شر دقيس؟ أرد أخليه على 2500، شنو أرد أقيس؟ أرد أخليه على 4500، شنو أرد أقيس؟ على 5000 أو 6000، شنو أرد أقيس؟ على 5000 و6000 اللي هي total capacity اللي موجودة عندنا. هذه أنا أحركها بداية أخليها هنا أنا، وأقول أنطي تعليمات للبيشنت، أقول له سوي هذه العملية مال التنفس حتى أشوفه يوصل لهذا النظام لو لا. خلي يكمل. شباب شفتوا هسه وش سوى؟ شنو عنده كان مخلي؟ هو مخلي فد لقطه اللي هو اللي يريدها مثلا، او شنو اللي يريده هو؟ رايد هو على 2500 وياي طلاب مخلي على 2500. ايش بدا؟ بدا يسحب بالجهاز على كيفه، استنشق يعني، مو سحب الجهاز عفوا، هو سحب نفس على كيفه بهدوء لحد ما وصل 2500، رجع حبس النفس عنده شنو؟ لمدة 5 ثواني، من يحبس قصدي النفس 5 ثواني، راح هذا الأبيض اللي شفتوه صعد اللي ارتفع وصل 2500، خلال الـ5 ثواني أكون يرجع على التايدل فوليوم، فهو من حبسه خلال 5 ثواني يرجع على التايدل فوليوم، وهذا هو النورمال الطبيعي. بس إذا هو خلال 5 ثواني ما تحمل، يعني الشخص ما اتحمل 5 ثواني ويعني مثلا 3 ثواني او ثانيتين واختنق، لا شنو عنده هنا؟ حاله مرضيه. طلاب انا مخليكم هذا من الرابط هنا اذا تريدون تحبون تشوفونه. عندنا هنا يعني فد مقياس شباب، شنو راح يصير عندنا؟ الهيلثي شنو؟ بيشن اللي عندنا، المريض الصاحي اللي اوكي اموره نورمال ما كل شيء عنده. شنو عندنا هو؟ الفانكشن اكسبيراتوري فوليوم ايش قد؟ 4 لتر ويا شباب. وعندنا الفانكشن فوليوم
كاباسيتي ايش هي؟ 5 لتر. هل تشوفوهن ذني داخل المربع اشركم عليهن؟ اي واضحه دكتور. هذا الفانكشن اكسبيراتوري فوليوم، وعندنا الفانكشن فوليوم كاباسيتي او الفانكشن فوليوم كاباسيتي، هذه همين الشباب ايش قد هي؟ 5 لتر او اللي راح تكون عندنا. اكو فداله بيناتهم تقسم لنا ذني الأربعة والخمسة مثل ما تشوفوا. ايش قد لازم تطلع؟ لازم تطلع عندنا 0.8. هذه اذا طلعت لنا 0.8 اذا المريض شنو؟ تمام اموره، صاحي ما بي مشكله. بس بحالة اللي موجود مثلا عنده سداد، عنده ديزيز موجود باللاين، من راح مثلا هسه هذا على سبيل المثال هذا البيشنت سوينا له الاوبستركتيف مالته، طلع الفاكشن اكسبيراتوري فوليوم ايش قد؟ 1.8. احنا ايش قد كنا؟ 4 لتر. شوف الفرق. الفاكشن فوليوم كاباسيتي هنا طلع هو النورمال 5، هنا عندنا شنو؟ 3.2. من راح اقسمهم ايش قد راح يطلعون؟ 0.56. اذا شنو هذا؟ عنده مشكله هذا الشخص المريض. بالشخص العادي عرفناها الداله ايش قد لازم تطلع عندنا الرقم. زين مثلا طلاب اجيب لكم مريضه اقول لكم هيلثي بيشنت واكتب لكم اتش مثلا مالته الفانكشن اكسبيراتوري فوليوم على الفانكشن فوليوم كاباسيتي تساوي لنا 5. انتم شو تقولوا لي صح او خطا؟ تقولوا لي خطا. احنا متفقين احنا وياك الهيلثي هو 8 بينما الخمسة هذه اذا اكو ديزيز هنا اكو مرض. زين مفهومة هاي الطريقة طلاب؟ فاهمين طلاب وياي؟ لو اعيدها واضحة دكتور؟ واضحة. زين اكو فد كلمة هو حكاها انا متعلق عليها نسيتها بالمقطع الفيديو هذا الدكتور شنو قال؟ قال اكو هذه تيبل عندنا موجود للفيميل وللميل للذكر وللاناث. شنو هذا التيبل؟ مثلا انا واحد من الناس طولي خلينا نقول 180 والوزن مالتي ايش قد؟ هالقد. هذا الوزن من اريد اقول انا اقيس مثلا الفايتال كاباسيتي راح بهذا الجدول اكو هي ورقه موجوده هذا الجدول القى الفايتال كاباسيتي اللي طوله 180 ووزنه 70 يكون الفايتال كاباسيتي مالته 6 او 5 او 4. شفتوه هو قبل شويه من ظهر بس بالفيديو شباب شفتوه من ساعه؟ نعم دكتور شفناها بس الصوت كان ماكو يعني بس الصوره كان صوت ماكو؟ نعم دكتور. بري دكتور كان الصوت ما واضح ما تسمعنا. ها؟ انا حكيت بس شايف ما تسمعنا ما سمعت والله. هسه راح ارسل لكم بالجروب شباب. زين هاي كل محاضرتنا اليوم بيها شيء صعب بيها شيء ما فهمتوه طلاب؟ ها شبابنا دكتور اعيد بيها شيء دكتور واضحة واحنا ان شاء الله من نقراها واذا شيء ما واضح نسيرك ان شاء الله. اكو شيء ما واضح صعبة شفتوها طلاب؟ اتمنى ان شاء الله جاي تفهمون مني بقوة الله وما مقصر وياكم. زين واي سؤال انا هم حاضر له اي استفسار انا حاضر له. هاي اتمنى هم كنا بالمختبر لو بالمختبر كان شفتوها يعني اكثر عملية وشفتوا شلون الوضع مالتهم شلون نقدر ناخذ يعني عمليات اللي يريد مثلا الفايتال كاباسيتي ناخذ التوتال كاباسيتي ان ريسبيريشن ريزيرف فوليوم كل هذا اللي هذا الجهاز موجود عندنا بالمختبر. بس اذا اراد والسنه الجايه كامله يعني خلونا نداوم طبيعي يجوز اسوي لكم هذا الجهاز محاضره هيك يعني هذا ضروري تتعلموا يا طلاب يعني كلش ضروري او تعرفونه همينه. اشوف المحاضرات يعني تقريبا اغلبها هي من حياتكم اليوميه صح ولا لا؟